بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكون الرجل الأعمال الناجح؟ أولا، اجعل عقلك يتشبع بحالة النجاح دائما، واتخذ من ذلك عادة. النقطة الثانية، اخلد إلى النوم كل ليلة وإنك تشعر بالنجاح والرضا، وهكذا سوف تنجح في زرع الفكرة النجاح داخل عقلك الباطني. نعم. النقطة الثالثة، كن مؤمنا بأنك ولدت لتنجح، وتطلب من الله ما ترغب به. رابعا، اكتشف ما تحب أن تفعله من الأعمال ثم افعله. وإذا لم تعرف كيف تمارس ذلك الأعمال بطريقته الصحيحة، اعتمد على النصح وإرشادات السوق لكي تحصل على النتيجة المضمونة. خامسا، يجب أن يكون هنالك التخصص في المجال العمل، في المجال أو أي أعمال التي تحبه. نعم. إذن عليك أن تعمل في مجال الذي تحبه أنت، وحاول أن تكون أو تعرف عنه أكثر من أي شخص آخر في ذلك المجال أو العمل الذي تريده أن تعمل فيه. سادسا، الرجل الأعمال الناجح ليس أنانيا، لأن رغبته الرئيسية هي خدمة البشرية. نعم. سابعا، لا يوجد النجاح الحقيقي لرجل الأعمال بدون راحة البال. ثامنا، أو النقطة الثامنة، تخص الناجح في الأعمال يكون دائما متفهم بدرجة عالية من الناحية النفسية والروحية. يعني أن تكون دائما متفهمة بدرجة عالية من الناحية النفسية والروحية تكون ناجحا في الأعمال التي تريد ممارستها. تاسعا، إذا فكرت في هدفك بوضوح شديد وبإحساس شديد، يصبح اعتقادك راسخا بداخل عقلك أو بداخلك لتحقيق أهدافك. نعم. عاشرا، كن بسيطا في تعاملك مع الآخرين ومن حولك، واستمع لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، قد يساعدك في بعض الأمور الأعمال. لا تترك مشاورة الناس. 11،
النقطة 11، عند ممارسة الأعمال التجارية تصرف بالهدوء وإحساس العالي والصبر، مهم جدا، والسكينة والصدق في تعاملك، سوف تحصل على تحقيق أهدافك بنجاح. 12 أو نقطة 12، لا تحصل في أول أعمالك ما تتمناه، لكن الاستمرار في العمل والإيمان به والصبر على تحقيق النجاح، ولا تيأس أبدا، لأن كل تجارة ورجال الأعمال كافحوا وصبروا من أجل ذلك حتى وصلوا إلى القمة أعمالهم وتجارتهم. وهكذا شرحت لكم بعض النقاط التي يجب أن تتبعه لكي تكون من الرجل من رجال الأعمال الناجحة. وبذلك تكون رجل تعمل حسب هذه النقاط، فتحصل على نتائج جيدة إن شاء الله. وشكرا لكم. 5/6/2024، كامران بابان، مع تحياتي لكم.